أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لي عمة كلما جلست تشرب القهوة تعمل البخور وتدعو وتنادي بعض الأولياء وتقول الصالحين، وتقول أيضا أنا عندي أولياء وعندي زار، وكلما أنكرنا عليها وقلنا لها أدعي الله وحده غضبت علينا وهددتنا بالمقاطعة وقد أتعبتنا كثيرا، فكيف نعمل معها؟ لا يكفي أن تقول لها ادعي الله وحده، لأن هذه جاهلة، فلا بد أن تعلموها التوحيد والعقيدة الصحيحة، وتعلموها الشرك وأنواع الشرك لتحذرها وتجتنبها. علموها أولا، ثم هي إذا فقهت وعلمت فإنها تدعو الله سبحانه وتعالى. أما أن تدعو الله وهي ما تابت مما هي عليه ولا وتظن أنه حق، هذا لا يكفي قولكم ادعي الله، لازم أن تعلموها أولا. نعم.